أشار البيان الذي أصدرته جامعة برشلونة الإسبانية في اليوم 26 من يونيو إلى أن مجموعة الباحثين التي تقودها الجامعة اكتشفت فيروس كورونا الجديد في عينة مياه الصرف الصحي التي يعود تاريخها إلى مارس من عام 2019، هذا قبل أشهر من الإبلاغ عن أول حالة في الصين. كما اكتشف العلماء الإيطاليون الفيروس في عينات مياه الصرف الصحي التي تم أخذها من ميلان وتورينو في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى أن خبراء وجدوا آثارا للفيروس في البرازيل في نوفمبر الماضي. يعتقد الدكتور توم جيفرسون أن العديد من الفيروسات خاملة في جميع أنحاء العالم وستظهر عندما تكون الظروف البيئية مناسبة، وهذا يعني أنها قد تظهر بسرعة وقد تختفي بسرعة أيضا. وأضاف جيفرسون أن كثيرا من الأدلة تظهر بأن هناك فيروسات موجودة في مجاري الصرف الصحي، وهناك المزيد من الأدلة على أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق البراز وليس فقط عن طريق القطيرات، وقد يكون المرحاض العام بيئة ملائمة لجعل الفيروس يتكاثر وينتشر. ويعتقد جيفرسون ومدير مركز الطب المبني على الأدلة بجامعة إكسفورد كارل هينيجان أن التحقيق في سبب حدوث تفشي فيروس كورونا الجديد في مصانع الأغذية ومصانع تجهيز اللحوم بأعداد كبيرة قد يكشف عن طرق انتقال رئيسية جديدة. وقال جيفرسون إنه يجري تقييما عمليا لاستخراج البيانات عن الظروف البيئية وبيئة الفيروسات وغيرها من البحوث في هذه المجالات، لكنها غير كافية بشكل كبير.